loss of bone density occurs at constant speed before cutting was voilà. هو طول العمر في بروسس كبيرة كتير وفي لوس اوف بون مان دنسيتي بس الريت بيبقى دبلد بعد الميتوس بداية الحياة يعني انتوا بعد 25 سنة بعد سنتين هتلوزوا تقريبا سنويا نص الواحد في المية الريت ده بيبقى ماكسمايزد او دبلد بعد المينوبوز فمش معقولة يكون كونستانت قبل وبعد غلط سي سموكينج از اسوشيتد ويز ديكريزد بون دنسيتي سموكينج بيقلل بون دنسيتي وايه البريسبيتيتك فاكتور للاوستيوبروز يا ولاد افتكروا الاجانب بقى رفيع طويله وبيضه ماشي وبتشرب سجاير وخمر تمام يبقى فعلا اللي بتشرب سجاير بتقلل بون دنسيتي والخمور واكتر في الوايت ريسز واكتر في التول انا قلت تول تول اند فين ليه تول مش عارف ماشي يبقى دي صح سي صح دي Use of the dipomidroxyprogesterone acetate it increased with its assurance increased bone density. صح ولا غلط؟ لا غلط. حرة الدلتا بتاعت كل ثلاث اشهر غير ان هي الريسبيلتي بتاعتها صعبة بتعمل بس بروز بتحطنا في وضعية الحامل طب عليك فا increased bone density لا decreased. E بس بروز does not occur in males واتفقنا ان هو بيحصل في الستات والرجالة مع بعض يبقى الإجابة الصحيحة هي C. Next. ايه ده؟ راس اسمها نولفاديكس، حد عارف ايه النولفاديكس ده؟ طيب. All about tamoxifen are correct except. النولفاديكس هو التاموكسيفين. مكتوب هنا بس مش باين من تكبير الصورة مش كده؟ تاموكسيفين. طب انتوا عارفين التاموكسيفين؟ اللي هو زي الكلوميد والحاجات دي. انتي استروجين علشان الاندكشن اوف اوفوليشن ماشي طيب هاز انتي استروجينيك افكتس اون ذا ريبرودكتيف تراكت ايوه احنا حلينا زي الصبح اما قلت لكم كان بيعمل هوت فلاشز ودرايف جاي كلوميد يعني تمام اوكي هاز انتي استروجينيك افكت ذا ريبرودكتيف تراكت ماشي ات اسوشيتد ويز انكريزد اربع حاجات بقى من بي لاي ات انكريزد ويز انكريزد توينز is a dose increased ovarian cyst formation high dose صح اوف سندروم is increased hot flashes صح is a dose increased risk of benign endometrial pathology on long term او long run غلط malignant ده اكتر من خمس سنين ممكن يقلب ايه endometrial cancer حد فاكره we lose its selectivity ده هو agonist antagonist فبيبقى في البداية عندي حضرتك عندي antagonistic ضد عندي anti estrogenic واكتشفوا بعد خمس سنين ان هو يلوز الانتاجونيستيك افكت على اليوترس وممكن يبقى من اسباب الاندوميتريال كارسينوما على اللونج ران بعد كم سنة استخدام خمس سنين يبقى is associated with increased twin ovary hyperstimulate hot flashes كل دي كانت اجابات صح لكن اسيوز انكريز ريسك اوف نايند ميكرو باثولوجي ده العكس مالين اندوميتر كارسينوما على اللونج ران سبيشال اكتر من ايه من خمس سنين طيب 3 ايه دي ده واحده وجايبين البلادر بيدمع بينزل شويه بول ها كاتبين هنا ستريس اما نشوف السؤال ايه واحدة عندها 40 سنة والجنوال ستريس انكونتنس اند سيست بروسيد اول ار فلوت سيت السؤال ده حلو السؤال ده لذيذ كورد سسبنشن هاف ا بيتر اوت كم ذان كيلز بروسيدور يس طبعا كيلز يبدا 50% فشل ترانسوبتيريتور تيم از ان افكتيف تكنيك فور ستريس انكونتنس يس ده هو دلوقتي بقى البروتوتايب بالمان فلويدز هو ده 90% افيكاسي زي الكوربو سسبنشن سي كوربو سسبنشن از اسوشيتد وذ ان انكريزد ريسك اوف انتيريو سيل فاكرين؟ والناس عامل فاجانا لقدام يحصل ورا من فوق كومبنساتور انتيريو سيل قلت لكم يا ريت نعمل في نفس القعده ماسكوفيتش كوردوبلاستي دي فوستايتس بيوبس از ان ريكوجنايزد كومبليكيشن اوف مارشال مارشيت كرونز هتلاقي النسبة كانت كام في الورق؟ 5% بعد كده مررت على عينات كتير قوي على الورق.
والمعلومات انت كنت بتقولي لي الصبح يا ساميه المعلومات من كتر ما انت سمعتيها هنا وهنا وهنا في الام سي كيو، فعشان كده انت عارفاها. تمام ماشي. The urethra is sutured to the iliopectineal. Is sutured بقى للبريوستيوم ولا للاليوبكتينيل اللي هو الكوبر ليجمنت؟ للاليوبكتينيل. ثم ليه بقى ايه؟ ثم ليه بقى ايه يا عم يا حضرتك الاجابه بقى الغلط؟ مش اليوريثرا، برافو عليك، الفاجينا. انا نفسي وانا بحاجة امبارح تخميت الكلام كتير 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 كتير، اتخميت هو انا بخيط اليوريثرا في الليجمنت؟ لا، انا بخيط الفاجينا، والفاجينا ما برفعها لفوق بترفع فوقيها مين؟ اليوريثرا. مش كده اسمها اليوريثرا سسبنشن ولا كولب سسبنشن؟ كولب سسبنشن. خباسه خباسه في السؤال ده. يلا فور. ذا فولوينج ما انا اللي جبتها من عنا. ذا فولوينج لايك دايجنوز از سينير وذ برايمري امنوريا بات نورمال بريست بيوبيك. فانا قعدت ادور كتبت نورمال فيميل فطلعت لي صور وحشه كتير قوي، فانا قلت اجيب صوره كرتونيه كده وخلاص، والوش بتاعه هو بنبقى نركبه بقى. تمام. ودي واحده هحكي لكم قصتها دلوقتي، دي واحده انا عارفها كويس، لا دي حقيقه، هي مطربه مشهوره في السبعينات، هقول لكم والله. يلا تخيلوا بقى ان الست الاموره دي 16 سنه، برايمري امريا جلهاش منسس وذ نورمال بريست، الشادو بتاعها باين وذ بيبك ان اكزيلر هير ديفلوبمنت. تمام. ايه بقى اللايكلي دايجنوز اللي عندها الفيلم ده؟ حلو حلو، اسئله حلوه قوي. بي يوترين اجنسيس، صح. طب ليه ما قلتليش اندروجين انسنسيتيفيتي؟ عشان بيبقى اكزيلري غير موجود. طب ليه ما قلتليش تيرنر؟ عشان البريست موجود. طب ليه ما قلتوش كالمان؟ هو كالمان ده مشكله فين؟ في الهايبوثالامس، يبقى الاكسس تبقى بايظه. لو في عندي مشكله في الهايبوثالامس هيبقى عندي فيه هايبوجوناديزم، فمفيش استروجين فمفيش بريست. اشر مان سندروم ازاي عند واحده عندها 16 سنه يعني ما حدش جه ناحيتها خالص يعني، تمام، لكحتت ولا اتعملت ولا بتاع. يوتراين ايه؟ اجنس. وايه القصه بقى بتاعت البنت دي؟ دي كانت اشهر مطربه في السبعينات ايام البي جيز والحاجات دي، وفرقه دورز وروتس وبينك فلويد. حد يسمع الكلام دلوقتي؟ ده دول they are masters of disasters، they are kings of swings، ده دول الملوك يا ولاد، ازاي ما تسمعهمش؟ والبنت دي بقى حضرتك بقت دي صورتها لما تموت. ليه ماتت ليه حضرتك عندي؟ لان كل مره تبص من وشها في المرايه تفتكر كده، انا تخينه، انا بطني تخينه، وشايف هي منظرها ايه؟ دخلت في كونديشن اسمه انوريكسا نيرفوز. ومن اشهر الناس، لو دخلت على انوريكسا نيرفوز عنها، اشهر واحده ماتت في العالم، بس انا مش فاكر اسمها ايه. تمام؟ اوكي؟ سؤال نمره خمسه، مش عارف ليه بقول لكم المعلومات دي، بس خلاص كفايه كده الصوره الوحشه دي. In patients with anorexia nervosa, oral food sucks. ده سؤال صايع وجامد. Serum ferroxysis elevated، صح. اصل في ناس متخيلين ده له علاقه بالايه؟ عشان كده هي مخسسه والخامه جت من هنا. طب سيرم كورتيزون از نورمال، ملوش علاقه بالكورتيزون، وطبعا اكتر في النيوريتك فيميلز. طب ايه وبي؟ حد يفهم ايه اللي بيحصل؟ ده مرض يعتبر ايه يا اولاد؟ هايبوثلامك ولا بيتيوتري؟ هايبوثلامك. البارساتايل لوس بتاعت الجي ان ار اتش ريليز، فبقتش بتطلع من كتر النيرفسنس ومن كتر القلق النفسي اللي عايشه فيه. الليمبيك سيستم لو تفتكروا قريب قوي، فبقلل بالستايل ريليز للجي ار اتش، فمفيش الا اتش واف اس اتش بيطلعوا بالتالي منين؟ من البيتيوتري. والاجابه هي دي، ثيرم ثيروكسيس اليفيتد، غلط طبعا، مفيش عندي ثيروتوكسكوزس، برافو عليك يا اولاد. سته، ذا اونلي كوركت انسر اباوت، راقب المنظر ده. في سيروك كان شرح حاجه في الاندوميتريوم، سيستيك جلاندر هايبرفليزيا، مش مهم بقى. ولا سلايد، المشكله في السلايد، مشكله في السؤال. ده اقول لك كوركت اباوت بي سي او اس بوليسيستيك اوفيريان سيندروم از، عايز الجمله الوحيده الصح.
لا إيلي is associated with TSH. فيش علاقة بينه وبين الثيرويد. دي الزيادة العالية بتاعت ال LH بتبقى associated with more pregnancy loss. على فكرة ولاد أما تسافروا بره في منطقة نظيفة زي كندا وأمريكا، السبب نمبر 1 في العالم for habitual abortion. بيسو. لا فاتلس انترنال اوسو طالما عبيط اللي احنا بنقوله خالص. ليه يا دكتور بيسو؟ علشان الاندروجين عالي. طب ليه يا دكتور الاندروجين عالي؟ علشان ال LH عالي. فمشكلتي مش مع الفيس او اختك ان هي مش مجرد تحمل، ده نسبه السقط فيه كتير قوي عشان ال LH عالي اندروجين عالي، انا عايزها تحمل وتكمل. طب الاشيشيتف مز البيتد اي 2 اي 1 اي 2 يطلع منين؟ الفوليكلز كلها ما بتزيدش عن 10 مللي اي 1 بريفرلي اه. طب اوكيرز ان 20% في الريلاتيف ايج كتير قوي، كان بكام في الميه؟ 5%. 5% هو بيزيد اه. هو دلوقتي عشان الجنك فود والتخ مفيش بنات بتلعب رياضه، انا شايف في حياتي 20% الصراحه، بس الكلام الرسمي 5%. accounts for minority of cases of anovulatory infertility accounts for number one anovulatory infertility. PCO is number 8-1. next. الصوره دي اعتقد عندنا في الورق. The following are recognized clinical manifestations of PCO as except. حلو حلو سؤال حلو. هتجاوبه؟ اي صح. اكانثوزيس نيجريكانس دي علامه من علامات دايابيتس انسولين ريزيستنس. انكريز بادي ماس اندكس طبعا. هو شرط يكون دخان. طب ايه رايكم بقى ان الدخن كان موجود في كام في المية بس؟ 50% بس. ريكورنت ديسكارج احنا قلناها. انكريز ريسك اوف اوفر بل بالعكس دول افار من اسلام اوفلر ولا انوفلر؟ انوفلر هيجي لي ميت روما تعمل لي ايه؟ كانسر اوفري. والله اسئله حلوه. الصوره دي معتاده. لابروسكوبيك اوفريال دريلينج فور بي سي او اسوشيتد ويز نميس قوي يعني. لو حد ما عرفش يحل معلش ان دي اخبث اسئله انا لقيتها. فالجمع الخبثات كلها. لابروسكوبيك اوفريال دريلينج فور بي سي او اسوشيتد وعايز الإجابة الصح. Reduction of sex hormone hemoglobin طلع رقم وأنا بشتغل على الليفر. Reduction of body mass index مش حد غلب، كنا كلنا خرمنا الموبايل بتاعتنا خسينا. طلع رقم تمام. وغير هايبر ستيميليشن سيندروم هو أنا بدي أدوية، أنا ما فيش أدوية علشان أعمل هايبر ستيميليشن. Dense adhesion compared to bilateral vaginal reception. يا راجل ده العكس. امال ايه الاجابه الوحيده الحقيقيه؟ ان بتخش جوه تحرق. ان انا ليه بخش جوه بحرق مين؟ الفيكا سالس اللي بتطلع مين؟ اندروجين. لو ليك لا قدر الله اخت، خد بالك ان المنظار ده الكلام ده ملوش علاقه بالاندروجين، يا دوبك هو ست شهور وبس. الافكتفنس بتاعته تحمل في اول ست شهور، لو بعد الست شهور اندروجين ليفل فيكا سالس في هيل في جنريت اندروجين ليفل يرجع ولا كاني عملت حاجه. هو فرصتنا في اول ست شهور بس. هاني يا ولاد. Next. حد جاوبها؟ Normalization of serum. امال قلتوا ايه؟ امال قلتوا ايه؟ Reduction of body mass index. انتوا راي كلام. يا اما التريت يا اما التريت محتاجه ايه؟ مشهوره with respect to female androgens polar throat set. ده هيقاس if the male adrenal androgen صح واذا لقيت داهيه رحت الداهيه يبقى ده adrenal source. يا كوشنج بقى تيومر الله اعلم. اندرستيل دايون ان ذا مين اوفريان اندروجين دونت نو. اندروجين از باوند تو سكس هرمون جلوبس بيولوجيكال ان اكتف صح. انكريس 5 الفا ريدكتيز اكتيفيتي ميليتور ستريس ده الكومن سكورز على فكره لوكا. They are produced increased amounts of this sacrifice. علشان يزودوا الليبيدو بسبب ال LH تمام. برافو عليك يا اندرو. تمام. امال ايه الاجابه؟ بي اندرستين ذا يونت ذا مين اوفيريان اندروجين. برافو عليك.
مش هو امال مين مين اوفريال اندروجين ولا الغرابه اسمه ايه اسمه ايه تستوستيرون تستوستيرون تمام يبقى التستوستيرون هو الماركر اوف اوفريان اندروجين والده اس هو الماركر بتاع عندي الادرينال اندروجين والاندروستين دايون ده دي مركبات سكندري برودكتس عندي في الفلوس نيكست صعبه بس في كتير قوي كده على فكره كتير بشكل رهيب قال بس ليزر يعني عشان البنت ما تتعقدش يعني ليزر كل ده بطنها على فكره تمام فظيعه تمام with respect to a treatment of first is all our fruit set سؤال 10 سير يلا ده جامد برضه ده جامد قوي لذيذ صحيح ايه؟ سي او سي بيقلل السبس من بعد الجلوبال؟ لا بيعليه بس انا دوخت لقيت اتنين ريديوس هم الاسئله بتتحط كده اتنين ريديوس علشان تاخدهم بالشبه ريديوس ريديوس ماشي ما هو انت عايز الراس السؤال از تو ريديوس الايه؟ الهيرشتيز فدماغ الدوائر الكهربائيه اللي بتدور حوالين مين؟ ريديوس عرفت بيعاملك نفسيا ازاي في السؤال؟ تمام؟ انا اللي مالف الاسئله تمام سي سي ريديوس اه والله كلها تحشيش سي سي ريديوس قعدت سنين على بال لما اكتب الكلام خلاص بقى شفت تمام يبقى 10 سي سي ريديوسز بل بالعكس الاستروجين كومبوننت بايه؟ بيعلي السكس هرمون 1 بلوك تمام طب والبروجسترون كومبوننت بيعمل ايه؟ هو اللي بيقلل الال اتش مش يا ولاد والبروجسترون كومبوننت ده يا بتاع السي او سي يا بتاع نمراسيب الدبوم ميدروكسو بروجسترون طب والسبايرون لابتون مش محبوب في مصر محبوب في امريكا طبعا هنا كل واحده سبايرون لابتون تروح للصيدلي وايه علاقه يا بنتي مضر البول ارجع للدكتور اللي هو ما بيفهمش حاجه سبايرون لابتون ده اسمه في مصر ايه؟ الدكتور اسمه سيفروتورون اسيتيت اللي هو ايه عندي اللي هو الاندروكيور هو بيعالج الشعر اندرو كيور ده عباره عن ايه؟ سبريتورون استيت، وايه سبريتورون استيت ده؟ بروجستوجينيك انتي اندروجينيك. بروجستوجينيك عشان يبقى ضد ال اتش وانتي اندروجينيك علشان يبقى ضد الانزيم والريسبتور. اوكي. نكست. 30 سنه برايمري فيرتيليتي هايبرفلاكتينيميا بيتيوتري ماكرو ادنوما. ده كوركت از. The pituitary tumor is less than 1 سنتي لا يا ولاد ماكرو ومايكرو الفرق بينهم مايكرو اقل من سنتي ماكرو اكتر من سنتي انا بقيت pituitary tumors اقل من سنتي غلط يعني سواء ماكرو يبقى اكتر من سنتي there is 15-30% risk of enlargement pregnancy بص انا ما اعرفش النسبه لكن اعرف ان there is enlargement ليه بقى؟ عشان الاستروجين اللي في الحمل الاستروجين اللي في الحمل بيزود البرولاكتين لكن كم في المية ما اعرفش ترانسفينويدال سيرجري اذا ريكومندد فيرست لاين نو امال ايه ريكومند فيرست لاين دراجز طيب برونكريبتين شود بي ديسكونتينيود ان بريجنسي نو لان الحل هيزود البرولاكتين فلازم امشي على البرونكريبتين واكتر عليه على طول يا دكتور مش تراتوجينيك لا مش تراتوجينيك يبقى سي غلط ودي غلط وايه غلط طبعا E. Serum prolactin is a good indicator of tumor size in pregnancy. لا مش good indicator. لأن البرولاكتين كده كده هيجي على بسبب مين؟ الحمل. أمال كانت بقى الحامل اللي عندها بيتيوتر أدنوما تابعها إزاي بالحمل؟ تابعها بالفيجوال فيلد بريمتري. بالبريمتري. ما أقدرش أتابع بالبرولاكتين لأن كده كده هيوصل ل 400 في الحمل. إذا كانت تيومر بقول لك أقل من 100 مسلم مش تيومر 100 ل 200 maybe not maybe yes اكتر من 200 sure it is a tumor الحمل هيخليه 400 فما اقدرش اتابع ويبقى حضرتك عندي السيرم برولاكتين از ا جود انديكيتور اوف تيومر سايز ان بريجنسي غلط يبقى الاجابه الوحيده هي ايه؟ 15 ل 30% ريسك اوف انلارجمنت ان بريجنسي برافو عليك
ادويه برضو، ادويه برضو. بص ادويه لو عم هي بتقول لي برامي لا وماكرو كمان بقى ايه رايك واكثر من سم ادويه. امتى بلجا لجراحه؟ ثلاث حاجات، ان كومبلاينس الادويه دكتور، انا اتعذبت مش قادر امشي على الادويه الغاليه بتاعتك اللي بتدوخ اللي بترجع. اثنين فيجوال فيلد عمال يتاثر. ثلاثه التيومر كل ست شهور بعمل سي تي ام ار اي عمال بيكبر. سورجري حتى لو انت ليجي عمك، انا عارف ان هو رئيس قسم مخ والاعصاب في بابها، تمام؟ هم عايزين يعملوا كده ليه؟ عشان فلوس. انا بقول لك الحقيقه ادويه، تمام؟ ماشي يلا ضربنا في عمك خلاص، بيطلع لنا في اللي هو شورت ويحبس. يلا نكست. ايوه نكست. اه ايه ده؟ اه يا نهاري ايه ده؟ انا مقلق. قول ارتو اباوت بلاير هايبرستابيس سندروم اكسل. Maybe associated with pleural effusion. ساعتها اسمها كلاس 3. فاكر ولا اي كلاس السنه دي؟ ثلاثه كلاسز. كلاس 1 مجرد الاوفرس كبيره وفي وجع. كلاس 2 الاوفرس كبيره وفي وجع جامد وفي ترجيع وفي وفي عملوا ابتدى يعملوا سيست 10 سم. كلاس 3 بقى هي الفظيعه السيفير بقى. كبار الاثنين وفيرين سيست اكتر من 10 سم و اسايفس و ليرال افيوجن شبه الميج، حتى بنسميها سودومي. يرفع بلورال افيوجن يرفع سودومي. is associated with humidone ovulation induction drugs human glucose abnormal. ده اشهر سبب على فكره. طب الهيموجون اكتر ولا الكلوميد اكتر؟ الهيموجون اكتر، الترزيق بتاعه اقوى، اتش ام جي اقوى. is commoner in older than younger women. ايه رايك؟ commoner في الاولد ايج ولا في اليونج ايج؟ في الخصوبه ورد الفعل والتبويض اكتر في انهي سن؟ الصغير. يبقى commoner in older than younger women المفروض العكس. ده انا الكبيره ما توقعش تخش في اوفيريان هايبر ستيميليس سندروم لان الخصوبه عندها قليله. No surgical drainage of ovaries is recommended. صح هما يفصلوا لوحدهم. It is self limiting. Except امتى ما تبقى self limiting؟ لو طلعت حامل. It gets worsened if beta SCG، مش انا بدي ده عشان تحمل. It gets worsened if beta SCG is positive. Yes. طب انا ايه الحل؟ مشكلته ايه بقى؟ انه هيفضل يطلع ال اتش سي جي، يعني انا اديته من بره فعمل لي الاوفيريان هايبر ستيميليشن وانا وقفت اديت حقنه وسبتها، لكن الحمل ده كونتينيوس سبلاي اتش سي جي ممكن ايه عندي يكبره. يبقى ايه الجمله الغلط؟ سي is commoner older than younger woman. ماشي. دي الحاجات اللي اتخضيتها لما شفتها في الامتحان. هي عامل لي جراف وكاتب سيرم سي 125 وارقام 567 واسبوع وبقى ايه ده؟ سي 125 ار اليفيتد ان ذا فورمال اكسبت. مش اي علاقه بالسلايد. حد جابها؟ اه شباب ليه؟ سي 125 سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ اي باثولوجي محترم في اريتيتد بريتينيل بيعمل كده. لايك بيلفيك اندوميتروس شغال. طيب ادرو كارسينوم في اوفري شغال. يبقى ايه سينا متاكد منه؟ طيب ليش تايب 1؟ ايه ليش تايب 1 ده؟ كولو كانسر. كولو انتوا واخدين بقى سينا كانسر كولو شغال. بس انا بصيها يعني جربتها ليش تايب 1؟ ها؟ وبين حاجتين بقى بي اي دي وترانسفير سيريس فابريك. قول مين اللي هيبقى فيه الاحتكاك اكتر، قصدي اقل بالبريتونيوم؟ البيرتي. انما الفايبرويد فايبرس تيشو في الريتين في الحجم الكبير هو محطوط بقى عشان كلمه ازاي؟ مش ده بلد الباثولوجي؟ لا 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 مش نفس فكره الاندوميتروز. الاندوميتروز في البريتونيوم، انما البي اي دي الانبوبه جوه البرود ليفل. استنى ادي عندي الدكتور اهو، انا الرحمه اهو،
قدام البلادر فرار ريكتال. انا كرحم وانابيب جوه البريتونيال كافيتي ولا تحتيها؟ تحتيها. امال مين اللي نط اللي طلع لفوق؟ اليوترس لما طلع سبسيريس فايبرويد الاوبرا ما طلع مين؟ ادروكارسوما. ها؟ لكن الانبوبه وبعدين انا جبتها بالشغف بدون كل الفلوسفي اللي طبعا السرحه اللي سرحت بيكم دلوقتي بقى حالا دي. اتس لوجيك. بي اي دي علاقه بالبي اي دي. طيب بس بص يا كريم لو حطيت لك بقى بي اي دي وجيت في الامتحان وايه خليتها يوتراين سب ميوكس فايبرويد يبقى هي وساعتها انا بالبي اي دي. يس خلاص بقى ما انا قلت لك بالصرح اللي صرحتها لي عشان يصرف والليله تعدي تمام. لكن البي اي دي ما هواش في كل الباثولوجي اللي جوه البريتونير كافيتي اكسبت الانفكشن. اسكت بقى خلاص بقى ماشي. مفيش يعني ماسس كبيره يعني كلها في مصر والانفلاماتوري سيلز وبتاع ميكس. اظن منظر رائع بس انا ما اقدرش اعرف غير حاجه واحده بس ان ده غالبا مين ده؟ ده الليبر. ده الفالسفور بقى ما ده الرحم وده الاوفري. برافو عليك. والاوفري اليوترس مش عارف بس دي متسس الناحيه الثانيه ولا الاوفري الثاني مضروب. ده الرحم الفلوس في اوفري هنا وفي اوفري هنا تمام. ده بوست مورتم طبعا واحده مات. وده الليفر ده الفص الشمال وده الفص اليمين. ريجاردنج كارسينوما اوف ذا اوفري يا سيدي مش مهم يا اخي. انا ممكن اجيبها لك واقول لك ريجاردنج هيباتيك سيلولار كارسينوما. ده انا ممكن اشاور لك على الحته الخضراء دي واقول لك ريجاردنج كرونيك كوليسيستايتس. تمالك يا اخي. ريجاردنج ذا جرين جول ستونز. تمالك يا اخي. ريجاردنج كانسر اوفر ذا اونلي ترو از ستيج ثرو بي 3 3 بي مينز انتر هيباتيك ميتاستاسيس. فاكرين الرسمه يا ولاد؟ الليفر كانت 1 A B C و A مايكروسكوبيك B 2 سنتي و C أكتر من 2 سنتي. يبقى جملة A دي صح ولا غلط؟ غلط. لأن بيقول لك انتر هيباتيك لو انتر هيباتيك ده يبقى مين؟ 4 B. الله أمال مين اللي أنت كنت دول بره؟ على الأومنتم على البريتونيال بس بره. إنما انتر هيباتيك ب 4 B ده ديستال ميتاستاسيس أنا سرحت بيه. يبقى الجملة دي مش صح طبعا. كاربو بلاتينم از نو مور يوزد. ده كل حاجه كاربو بلاتينم بيز. غلط. كلوريك افيوجن مينز اولويز مالجنسي. ده احيانا بيبقى بنايل لو ايه؟ ميكس سندروم. هي ميكس سندروم ده بتاع ايه؟ فايبروما. فايبروما. انا مطمن عليك في التيومر. دول اكتر حاجه تعبانه. انفكشن. وتعبانه كمان. وايه كمان؟ امبريولوجي. لا يا شيخ انت تلاقي ما ذاكرتوش بس ده اسفين. ايه كمان؟ سيرفسايت في البيت. بس لا ده انا عملت برزنتيشن. ده انا عملت عروض في البرنامج كتير قوي السنه اللي فاتت. وفي الاخر بسطناها بمقارنه. دايابيتس. الايه؟ انفرتيلتي؟ الفيتس معاك حق في كده. كله شبه بعض. يبقى انت ليه ذاكره نورون؟ شبه بعضه جدا. ايه؟ فيتال سيركليشن. على فكره انتوا خدتوا بالكم بنهايه اخر السنه واحنا بقى نعترف لبعض اللي انا ما شرحتوش ليه؟ عشان انا بخيل؟ لا انا مش عارف. يعني موضوع زي الانيميا قعدت اجله انا مش فاهم يعني ايه انيميا. ثرومبولك ديزيز ماليش فيها. انا تجيلي الحاله من دول مستشفى عياده دي بي تي. الو احمد يا فاروق هبعت لك حلقه واد بتاع باسكولار في جراح ثلاثه الاستاذ بتاع زميل جراح ثمانيه هبعت لك حلقه دي بي تي. لا 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 فاروق ديزيز سبرينجز جبت سيرتها. طب اقسم لك بالله العظيم ما انا عارف الفرق بين الفايروجلوبلين فين ولا يعني ايه فري تي 3 وبفضل استنى ان انتوا اللي تجاوبوا. اما الاقي عندي طبعا بتقول الحمد لله اهو قالوا خلاص. ومين الدواء اللي مسموح للثايرويد في الحمل؟ بروفايل ثايروسين. اللي هو ايه؟ دواء. في حاجه ثانيه اسمها بوتاسيوم ايودايد وبروبرا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 ب
فتعكر يا نروح
ما شرحتش عشان مش عارف كاربون دايناميكس اوفر يوز غلط دول فيوجن مينز اولويز مالينسي غلط بايلاترال موبايل ليبر ميسز اريز ذا سسبيشن كروكن بيرد دي المفروض محطوطه في السلايدز بتاعت الاسم ان هي دي كروكن بيرد رغم ان هو قال ان هي سنجل انا مش عارف ان حتى لو قال ان حتى ده عباره ممتاز الليبر بس ماشي بريزنس اوف شايلد هودز بي اشورنج بالعكس ده من الريسك فاكتورز عندي سجستيف اوف مالينس ايه اوف ايجز اكستريمز اوف ايجز تعملي ايه بقى يا نوران اي حاجه انت شايفاها صعبه ابتدي فيها من دلوقتي وعارفه ايه احنا خلاص متفقين ان واخدين الوقفه اجازه يوم السبت انا هصوم ومش عارف ايه وهتفرج على فيلم الشيماء والحاجات دي كلها بس هاجي بالليل ساعتين كده اخبص مع نفسي قافل على نفسي كده ومحدش بقى بيه قافل الموبايل واروح مديها حاجه صعبه والنسى كلمه سرها ايه عشان انا سالت قراءه سريعه متكرره قراءه سريعه متكرره محدش يقع في المستنقع بتاعه يبقى الكلمه الغلط هي 15 مين ايه نكست صوره مشهوره عايز صح دي وعايز اقول دي بقى دي بقى الاونلي تول باي لاتر موبايل ريش 15 الدياجنوز اندوميتريوزس اورا كروس سبت ده اندوميتريوز ده ولاد شغل السيستم ده سيمبتوم كومبلكس اوف ديسمنوريا بين ديسبرونيا بين وانفرتيليتي از دايجنوستيك اي زاد جاب لي سيمبتوم البين مرتين انا هحكم الالتراساوند سكان اوف ذا بيلفس از يوزفل نون انفيزيف انفستيجيشن لو عندي ماسس بس المور يوزفل عنا هو مين؟ لابروسكوبي ماشي 925 لمز ار مايلدلي اليفيتد أربعة مالد ولا extremely elevated. Infertility may be present even in absence of gross pathology. Yes, physiology with number. Pain may be present even in absence of gross pathology. Yes, Allah. وما لقيت جملة غلط. Be لازم. Useful. ده الحاجة الوحيدة non invisible useful عنه. صح. أطرى صام. ده قالت non invisible. قال لي كونفيرماتيف قال لي كيس يوسفل وخلاص ده في واحده غلط تماما ايه يا اولاد ايه يا اولاد هو لما واحده تيجي تقول لي انا عندي ديسمنوريا ديسبرونيا وما بخلفش ده دايجنوستيك لاندوميتريوزس ولا ده السسبيشس اوف اندوميتريوز بس كلمه ده طب ايه الحاجه الوحيده دايجنوستيك لابروسكوبي خد بايوبسي يا راجل ده انا حتى ما اكتفيتش باللابروسكوبي ده انا كان لازم اخد ايه بايوبسي فما تتخمش اللي يقول لك بس انا يمكن اللي خمتكم وقلت لك ذكر الكليمر انا اللي خمتكم خد بالك بقى ان انا بخمم انا البنطلون الجنس الفتح ده انا فاكره دي كانت بتاخد ايه حضراتكم يا with respect to medical treatment of endometriosis all are true except كان بنت عامله اعلانات دلوقتي عن ايه الزبادي نكتل وتقول لك البنطلون والبنات تحل من على حبل المشنقه ويقول لك انتفاخات اللي بيشوفوا الانتفاخات بجد وفي اعلان يعني يا ابن الذين اسلام انت انا عارف انك هاوي عربيات وبتاع انا شفته امبارح عارف قصص في يدي رينج روفر 2012 شفتوه عامله ازاي؟ دي فتنه كيف ماشي على الارض الواحد كان نفسه عايز يجيب بيها كل شويه احلام الواحد بتبعد لا احلام والريسبكت كمان دايما بتسمع حد بيضحك وخلاص بيدموا يعني والريسبكت كمان ده تريتمنت من دوز اون اور كويس A six-month cord general action associated with osteoporosis adults. There is a انا شايف المريخ دي انا شايف السؤال ده قبل كده ده انا زور كنت بحل الاسئله دي قبل الراوندات قبل لما الفاس تقف في الراس في شهر 8 مش جابوا السؤال ده عايزك تزور الدرجه ال 17 الفا اسمها او تستسترون وخلاص غلط عشان بس ذمتك دي نوعيه اسئله تحط الاندر جرادويت لا طبعا بقول لك من 17 طب ممكن انا اجيبه اخليه 17 بيتا
لا ده الزول دي صح. وايزوكس زول ديريفيتيف 17 الفا ايثانول تستوستيرون ده المركب اسمه كده. وانا لسه كملت جاستريون بايوز بيجي تو بيرنال تشينج اوف فويس. على فكره بقى الجاسترونون ده بتروز ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تستمر هي الصوت الخشن لانه بيعمل بيرمننت تشينج ان لارينجال كارتريدجز. بروجستجنز هاف سيم افيكاسي بات مات شيبر. دراج نمبر 1 عندنا في الدمرداش للغلبه بتوعنا والله. لا دانازول ولا دايمتريوز سايد افكتس كتير ولا جي ان ار اتش غالي جدا. ده بعمل له قرار نفقه الدوله الحقوق ب 850 جنيه بمشي مع البروجست شيبر وفي نفس الوقت هاف ذا سيم افيكاسي. Cyclic oral contraceptive pills are also effective. ده مفيش ولا إجابة كده بقى. مش cyclic continuous. أنت عارف لو اديته cyclic إيه اللي عملته؟ أيوه زودت نفخت الست من جوه. إن كل شهر هينزل عليها دورة داخلية تزود الإندوميتروز. لا 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 حط الأسئلة دي كهين كهين. أهو شايف الكون شايف الكون إيه الإقراص دي؟ أهو. All are true about these pills. زمان في المحاضرة. ايه البيلز دي؟ سي او سي ولا بي او بي؟ بي او بي. ليه يا دكتور؟ علشان الراجل الحنين اللي هو انا يعني سبت لك مايكرولوتا واكسلوتا للي عايز والحاجة التانية انا عديتهم 28 قرص بنفس اللون او 35 قرص. خلاص بقى. وليفو نورجسترول بس يا جماعة ليفو نورجسترول مفيش ايثانول استرادول. All are true about these pills except the 35 pack is taken continuing same time in the day. Yes. كان باقي كتاب الاسم بيقول يا ريت الساعة 10 بالليل قبل ما ننام. Suppress ovulation 60% انا قايل 50 كتاب الام سي كيو قال 60 yes. Efficacy is increased with increasing age of the user صح ليه؟ الخصوبة بتقل كويس برافو عليك يا نهى. Doubling the dose may be needed to control regular bleeding. الحق يا دكتور دم خلاص عايز تقفل الحنفيه على الهرمون. وده الله يخليكم امهاتكم واهاليكم اللي رايحين الحج ان كلهم بيمشوهم على بروجسترونات سيدولوت نور تمام ستيرونيت نور ده بروجسترونات. لو مامتك في الحج ابتدت تقول لك في الطواف ابتدى دم تاخد قرصين نخليهم ثلاثه ثلاثه نخليهم اربعه. وسيلتي الوحيده ان انا اعطل الدوره افضل اعلي الهرمونات بس على حساب ايه طبعا سلف. التوب فريجنس ريسك في البي او بي زي السي او سي؟ لا. ويعني حاطط لك حتى سؤال عشان اقول لك ده مش السي او سي. يعني من حنيته للي يقول لك ده دكتور سلايز احنا المفروض نحفظ السلايز احنا مش دكتوراه او بيقول لك ده ده سيما السي او سي. لا اكتب لك طبعا اكتر في البي او بي الاجابه هي 17 اي نكست. مارفلون سيليس جانيرا قول ار ترو اباوت ذا لو دوز سي او سي بيلز اكسبت. قلت لكم السنه اللي فاتت في سؤال جه في اخر راوند على دي وقال ايه؟ ذا لوست ايثانول استرادول دوز ان ذا سي او سي از كانت الاجابه 20 بس برضه كانت دي رزاله. انا عارف ان الهاي دوز 50 وكل شويه يفضل يقل بالدوز. لو كل الادويه دلوقتي له دوز 35 لغايه 20 واللوست دوز 20 نقدر نقل ونحتفظ بالافيكاسي. يلا قول اباوت ذا لو دوز سي او سي بيلز اكسبت. Have the lowest failure rate among the other hormonal methods? Yes. Can hold failure rate? 0.1 per 100 women here? Yes. Is associated with a highly significant risk of cancer? Yes. 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 تمام؟ فهي مش highly significant. Should be يعني slightly اقول لك تمام. Should be discontinued عند سن 40 في اللي بيشرب سجاير؟ يس. طب امال لو عند العادي مامتي يعني كام؟ 45. بس 35 تخينه بتشرب سجاير لا نبطل بقى. ماشي؟ اوكي. If taken during pregnancy may lead to esophageal anomalies. كان اسمه ايه السندروم ده؟ فاكتر السندروم تمام. راجع الجراحه في الاسفاجس هتذاكروا جراحه من بكره ولا is absolutely contraindicated with the history of hepatic cholestasis. حد في الكبد والايه والقلب والسرس absolutely. يبقى الاجابه الغلط ايه؟
is associated with highly significant risk of a of cancer and the near breast. أسئلة سريعة. With regard to female sterilization, rupture anabole, oral prostate, there is an increased risk of failure if done as cesarean section. صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ عشان القيصريه الدنيا بتبقى تخينه. فلما يحصل الديليوشن انا بيجي بتقرب لبعض. فال 0.4% فيلير دول بتوع قيصريات بالاساس. حد مش فاهمها؟ الدنيا بتبقى تخينه في الحبل، بعد كده بيحصل ديليوشن الخيط بيقع، انابيب اللي انت فاصله مع بعض بيقربوا. The consent of woman partners is mandatory. مين ال woman's partner؟ جوزها يعني لازم يمضي هو كمان؟ اه طبعا، لان الموضوع ايه؟ irreversible. وانا بقول لكم يا بنات، اصل حاسس بحركه تمرد في الكلاس، طب في الكلاس تمام؟ موافقه جوزها مهمه ولا هي بشقها برغبتها؟ بشقها برغبتها؟ طب ايه رايك بقى هاني؟ اذا كنت حضرتك عايزه تصومي دلوقتي لازم تاخدي موافقتي الاول. الله عليك يا محمد يا مثبته. بيقول كده بره اكيد انت عارف هيحصل ايه في البيت. طبعا ده بروسيدير شود نوت، طبعا يا ولاد سموا النوافل لازم استئذان الزوج بتوع الشغل. ايوه ده بروسيدير شود نوت بي دون. طب وانت هتربط على امين بقى انت تاخد رايي؟ بص عليك. ويقول لي ايه يا معلم؟ لا، ليه ما ينفعش اربط على الانابيب في اليوتيل فيز؟ هي اليوتيل فيز في الاول وفي الاخر. واول حاله شفتها في حياتي مع فلان الفلاني اتعقدت معاه في منظار عشان نعمل ربط على الانابيب، حصل فيها فيلير حملت، لانه اوريدي واحنا بنربط كانت حامل. عشان كده ممنوع تشتغل في الليثيال فيز، لاحسن تكون حال. طبعا كل البروسيدر بتاعتنا بص ايه؟ نسيت ونسيت ولا لعبت ولا ايه؟ وانا كمان بس يابا هانت. الاوبس اسهل، فاضل لي ثلاث اسئله ونبدا مع الاوبس. وهين سكليبس ار يوز ريفرسيبيليتي از بوسيبل؟ صح. از اسوشيتد وذ انكريز ذا ريسك اوف انوري ليتر اون. طب استنى مش امينوريه، بالعكس مينورجيا. ليه بقى؟ بوست ريديشن سندروم. اصل انت بتربط على الانبوبه وبتربط على ايه اللي جواها تحتيها؟ على الفاسلز اللي جواها، على الاوفيريان فين وارتر اللي جواها. فبتعمل سم سورت اوف كونجشن هنا. وكميه، بس الكلام ده بقى ادفانسد عندهم، كميه ستات في الدمرداش بنعمل لهم استئصال رحم، العيال النواب يا نوران بيبقوا فاكرينها ديسفانكشن ترام بليدنج. انا بقى عشان نمس افضل اخد في الهيستوري وفجاه ان من 10 سنين عامله ايه؟ ربط على الانابيب. والربط ده واللي عمل احتقان وبليدنج بليدنج 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 محدش عارف له، مش شايفين باثولوجي كونجشن. ومشخصينها ان هي ديسفانكشن ترام بليدنج. اسمه ايه يا ولاد؟ بوست تيوبال او بوست لايجيشن سندروم. بوست لايجيشن سندروم. ان اسوشيز انكريز ريسك اوف امنوريا، بل بالعكس ان اسوشيز انكريز ريسك اوف ايه؟ مينوراجيا. حقيقي وناس بيشيلوا الارقام بسبب ايه؟ نفس دي بنت صغيره على فكره، دي حقيقيه، دي حقيقيه، بنت صغيره قوي 3 4 سنين يعني، الفالفا محمره والكليتورس هنا لسه الدنيا عندها سليمه تمام. 4 year old presented with a persistent vulval irritation vaginal discharge that stains her underwear. The following statements about her management are correct except. لا ده صعب، ده اعتقد صعب على مستوى. Sexual abuse should be considered as a cause? Yes. Vaginal pH at that age is less acidic than adults? Oh, لأن لسه ما فيش estrogen. يشتغل على glycogen. بقى anaerobic media ويشتغل lactoacidophilus bacillus. صح. A broad spectrum antibiotic should be prescribed? هم اللي هنعمل لها هي يعني. X-rays indicated if there is suspicion of foreign body insertion? ويبان فعلا لو هو راديو اوبيك. Thread worm may be a cause if there is perianal itching. اه سلام، بيمسحها من ورا لقدام.
يا نهار ابيض لو في عندها كمان بريجينال اتشنج عندي اشك في شويه الديدان دي. امال مين الاجابه الغلط؟ طب خليها بين وور ماشيها صح. لا يا ولاد البين وور هي الفراد وور. لا ماشي خلاص قريبين من بعض ماشي. مش دي الاجابه. الاجابه ايه؟ بروس سبيكتر انتيبودي. ليه حضرتك انت لازم تعمل ايه؟ كالشر سنسيتيفيتي وتشوف ايه اللي طلع عندك. انت عارف حضرتك اما بندي برود سبيكترم انتبيوتيك ايه الاخبار؟ بنموت كل البكتيريا فلورا وتسيب حاجات بقى تطلع زي كانديديز زي فراكمونس وجاهيز. انتبيوتيك شود بي جيفن اكوردنج تو كالتشر سنسيتيفيتي. البرود اكبر غلطه بس عشان كده قلت ده تقيل عليك. اكبر غلطه بيعملها احنا كلينيشنز للستات اللي واحدة جات لي فالفا جينيتس في أي سن وإديتها يوناسين أوجمانتين هتقول لك إيه اللي حصل لك في الإنفكشن؟ يتفاقم لأنك بتموت كل الأورجانيزم وتسيب شوية ناس تانية ما اشتغلتش عليهم إطلاق لكن الفونجاي وتراكمونز وجينيتس تمام؟ المفروض يتاخد أكوردنج تو بي إيه؟ أكوردنج تو إيه؟ كالتشر سيت. ولاحظوها يا أولاد بقى مش في إخواتنا الصغيرين في أمهاتنا الكبار لو فزت من الفوزر هتلاقي مامتك دايما تشتكي من هرش تحت بعد ما يجي لها دور ايه؟ كحه. انت ساعتها افتكرني بقى بالخير واربط بقى. دور كحه ماما اخذت انتي بايوتيك برود سبيكترم راح موت كل اللي تحت في الكانديدا والتراكمونز زادوا فابتدت ماما ايه؟ تورش تمام؟ بس صعب صعب. All these investigations are useful معلش زود in suspected acute PID. All these investigations are useful in suspected acute PID صح. 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 برافو عليكم. ما ينفعش ادخل عندي صبغه في ايه؟ اندرجنوز بليدنج امريت سسبكتد انفكشن والا اعمل كلينيك اب. طب انتوا كنتوا بينهم بين ايه؟ الترا سونوجرافي. طب والاكيوت بي اي دي ده اما بيعمل سلولايتس ويعمل باس الماسس دي بتبان بالايه؟ بالالتراساوند. لكن هو الاوقع وليه زودت اكيوت بي اي دي؟ اصل انا ممكن اعمل اشعه بالصبغه على الايه؟ على كرونيك بي اي دي. كرونيك بي اي دي والانابيب مسدوده من عارف ازاي ان هي مسدوده بدي بعمل اشعه بالصبغه طالما ما فيش اكيوت انفكشن خلاص ده حاجه كرونيك بقى. تمام. نكست. ايه دي؟ Words, words. With regard to HPV infection, all are true except. مش RNA viruses طبعا. DNA اللي علينا السنة دي herpes simplex و HPV DNA. Papova. HPV 16 18 communist oncology ماشي. Prevalence of genital HPV decreases with advance of age. فاكرين؟ ال VIM تحت 40 فوق 40 سن الهدوء سن الشقاوة فاكرين؟ Chemical cauterization of the first line of therapy yes اسمه ايه الدواء نادر؟ Trichloro acetic acid صح. Lesion exacerbated during pregnancy وباي exclusion كده صح من الفاسكولاريتي يا ولاد من الفاسكولاريتي يا ولاد. Next باصص على الرحم من منظور تحتي خالص ده الرحم اهو وده عنق الرحم اهو. With regard to stage 1B cervical cancer, all are true except 1B. 1B ده اللي هو ايه؟ microscopic lesion في cervix بس. squamous carcinoma the commonest type صح 90%. It can be equally treated by radiotherapy as surgery. 1B 2A. وهفضل اقول 1B 2A لغايه اما انسوها 1B 2A over time وفي نفس الوقت زميلي ممكن يعمل لها مين؟ radio therapy 1B 2A تمام؟ radical surgery is associated with voiding difficulties over time فيها مشاكل voiding ليه؟ اليوريتر اللي انا بسلكه radical hysterectomy يا ولاد فيها تسليك رهيب ده كفايه اللي باخد الابر انش اوف ايه؟ اوف ذا فاجاين
ده يدمر كل الاعصاب اللي رايحه لمين؟ للبلادر. يعني انت البلادر بتتدمر واليوريتر الفاسكولاريتي، اعصاب البلادر بتتدمر وفاسكولاريتي اليوريتر بتتدمر. فيرتال اوبريشن مي كونزيرف ذا اوبريس. مش عارفه خالص. اصل الاوبريس عندي حضرتك دي حاجه استروجينيك، المرض ده استروجينيك ملوش علاقه. لا بالعكس، ده الكانسر سيرفكس بيجي في السن صغير شويه، صغير شويه. تمام، فانا ممكن احافظ على المبيض لو جات لي في سن 40. هتلاحظ ان الستيج بتاعها ما فيهاش موضوع مبيض خالص. ده هي دوريات، الدوره الاولانيه في السيرفكس، الدائره الثانيه اكبر، الدائره الثالثه اكبر. كان عندي صليبه بالمنظر ده. امال ايه الاجابه الغلط؟ ايه؟ It also includes extension to the upper vaginal cuff. لا طبعا، لان لو الستيج 1 بي ما بتوصلش الابر فاجينا، امال لو وصلت الابر كاف يبقى اسمها مين؟ 2A مش 1B. وانا اتلخبطت امبارح السؤال ده وحليته غلط، عارفين ليه؟ ان دي فير تايم، فانا ربطت فير تايم ات اولس انكلوز اكستنشن ابر فاجينا كاف، قلت دي في عمليه الفير تايم. انا دماغي كان لسه بيفكر في الفير تايم، قلت له اصل احنا في الفير تايم بنشيل الابر ايج اوف سايكولوجي، دي عامله كده، عامله كده. ايوه يا ابراهيم. ايه؟ نعم. طب استنى اهو، فاضل السطرين ونخلص الجاينا وبعد كده نتفاوض. اهو ده الكاسكو الديسبوسبل اللي كنت بتسالون عليه الصبح. تمام، ده بره طبعا عند الاجانب، لان ده لوحده ثمنه 100 جنيه. انما هنا ده لو جه هنا ده نغسله ونعقمه مليار مره. تمام؟ الست دي بتشتكي بتقول نازل عليا ايه من تحت؟ فاكرين اللفظ ده اللي انتوا كنتوا مستحيين منه في اول السنه؟ It is very evident here. يقول لك وانا بقاكي ولا ايه؟ صحيح. With regard to your genital prolapse, the only two is anterior repair is also effective treatment for coexisting stress and causes. كانش حد غلب والله بقى. كناش قعدنا نعمل اختبارات مارشال ويوسف علشان اشوف معايا ستريس كونتس ولا لا، طالما كده كده كنت هعالجك طبعا جوه مصر. ريد بيسري از مانجمنت اوف شويس فور اول نون فيت بيشنتس كونزرفتيف، يعني العجوز حتى يموت. عايز اشوف حاجه احلى. سافر سباينس فيكسيشن از ذا تريتمنت اوف شويس فور بورت كولابس. يس. ات از مور ان سموكرز. عشان شاس ديزيز. It is more in post menopausal. يبقى ايه ده؟ ده only except بقى. except هنا ضربت except كده كنت داخل على ثلاثة فرق. مين الجملة الوحيدة غلط؟ ايه؟ anterior repair is also effective for treatment of knee as this has a problem. آخر واحدة. تاني. All these are risk factor for osteoporosis except. مصر ما فيش هشاش على فكره، مصر امهاتنا ما فيهمش شجره. ليه؟ تخان، تخان. تمام؟ فالفات كتير، فالاستروجين ستورج كتير، بيجوا اكتر فين؟ في الرفيعين. يا دكتور التخان خشونه، يا جماعه الفرق بين الهشاشه والخشونه، امال مامتي التخينه يجي لها ايه بقى؟ اوستو ارثرايتس والكلام ده كله. ها ابراهيم. لا بص، كل صفحه اختار فيها سؤال. ونمشي. لا كل صف في السؤال وبعد نمشي. ده العيل الصغير. والله ده وش وصدر وايدين ورجلين، مش عارف ليه انتوا مش مصدقين الكلام ده. ايه ده يا ولاد؟ طبق قايل. ايه دي؟ ريترو بلاسينتا هيماتوما. حل لي بقى في الصفحه دي السؤال ده بس، هما فاضل اربع صفحات باربع اسئله ونتكل على الله. حل لي سؤال 29 ده. Chronic hypertension spring is the only حد جاوب صح؟ اي صح. بسم الله ما شاء الله. طب البرينيتال ريسك از اونلي انكريز ان بريزنس اوف بريتونوريا؟
هايبرتنشن، حاجه اسمها جستيشنال هايبرتنشن لوحده. اي سي اي انهبيتورز دول اكتر حاجه كونترا انديكيتد، مثال دوب اكتس انتس قصدي سنترالي. سوبر امبوز بري كلانسز ريل بوسيبيليتي؟ لا طبعا. يلا هو ايه بسرعه ايه على فكره؟ والله بسرعه ايه طبعا. دي حاله ايه طبعا؟ كل يا درامنس محترم. ربنا ما يكتب عليك. طب all the following may lead to such a situation except. ده سؤال من عندي. كل يا درامنس توينز ماكروسوميا بوتر سندروم سيرجيال ابريزيا. انتوا فاستوني بقى خلاص بقى. بوتر سندروم بس جميله. طب استنى بقى حل لي السؤال ده بقى. دي انهي ديسيليريشن؟ ايرلي. ليه عندي عامل لي كورليشن ما بين الكونتراكشن وما بين الديسيليريشن؟ بدايه الكونتراكشن اهي، بدايه الكونتراكشن بدايه الديسيليريشن. القمه القمه بتخلص بتخلص. سؤال 31 ده السؤال اللي هحله بس هنا يا ولاد. فاضل ثلاث صفحات، فاضل لي كده اول اربع اسئله بس. يلا. All the following is accepted in the first stage of labor except. لا لا برن الاسئله حلوه، خليهم 10 دقايق. خليهم 10 دقايق. طب يلا قولوا لي ايه الاجابه؟ كل ده مقبول فيرست ستيج ما عدا. ملوش علاقه بالصوره. هو ده كبير علينا. تخص عليكم. سكالبي اتش طبعا. النورمال فيتر سكالبي اتش كام؟ اكثر من 7.25. من 7.20 ل 7.25 از سسبيشس. فعاد في خلال تلت ساعه. اقل من 7.20 فرانك اسيدوزز. وكل الباقي صح. برافو عليك. يعمل قيصريه. فورسبس ده اسمه ايه بتاع الافتر كامينج هاد؟ فايبرز. فورسبس. برافو عليك. ودي هتلاقي انا كاتبه البصيع كاتب كيلان ذا فورسبس از يوز. ده في سؤال 33. 34 الفيس. الفيس فيه كل دول ما عدا 34. ما عدا ايه؟ في كالكوعه في الرقبه. بيبقى معاه بولي هيدرامنوس طلع ميه كتير. يحصل له شولدر ديستوشن. انا ما لوش علاقه بالايه؟ كونتراكتد بلفس طبعا. ده ايه ده؟ رابشر يوترس. معلش يا ابراهيم بناء على الطلب بس كانت بتقول لي دينا وريني الفورسز ده. ده انهي نوع من الفورسز؟ كيلان. عرفت ازاي ان هو كيلان؟ عشان ماسح ما فيهوش غير ايه كيرف كفالك ما فيهوش ايه كلفك. واللوك بتاعته سلايدنج. ليه سلايدنج؟ علشان تعدل اسنكليتيز اهو. لا في حاجه كمان بس ظاهره يا دوبك هنا نوب. يبقى all the following about killing forces are true except. طبعا الاجابه الغلط هي ايه؟ having a pelvic curve. هو له بس مين عندي؟ كفالك كيرف. اقلب الصفحة. ايه الدواء ده اللي هو ماسكه لنا؟ بترجين. طب ايه المثالية السؤال اللي عليه معلش؟ سؤال 38. خلاص كده احنا فاضل صفحتين؟ هاي. صفحة السؤال 38 اصل جه في الامتحان. All the following are recognized cause of postpartum collapse in the absence of significant vaginal bleeding. واحدة وقعت داخل بعد الولادة ومفيش نزيف. كل دول بيجي لهم postpartum collapse من غير نزيف. على فكرة ايه صح؟ uterine inversion. لأنه بيتقلب بيحصل كيك بالفاسس مفيش نزيف. دي صح اكلامسيا لأن سبب الكولابس برين نيوروجينيك مفيش نزيف. برود لجامتري هيماتوما صح. ليه؟
دي حاجه داخليه مفيش نزيف خارجي، حصل هيماتوما جوه الكران ارتر الضغط ابنوتيك فلويد امبوليزم صح، لان مفيش عند حضرتك مين نزيف، لان الابنوتيك فلويد ده عمل فول امبوليزم وعمل له هو الكولابس. والاجابه الوحيده اللي ملهاش علاقه بالكلام ده هو مين؟ الارجومترين ادمنستريشن يا ولاد بيعمل بوستبارتم كولابس؟ ده بالعكس، ده المفروض بي ايه؟ بيوقف النزيف ويصحصح مش يعمل كولابس. وحتى هو ماسكه لنا بايدينا كانه بيقول لي دي الاجابه يا اخي، هي دي هي الاجابه يا اخي. والله يعني انا زعلان منكم انتوا هتخسروا، بس قشطه قشطه قشطه. ايه؟ لا لا لا، مش كل حاجه، مش كل حاجه اعملها، يعني انا مش معجب بسؤال 40 فينس رومبومبوليزم ده، انا جايبه من كتاب اسمه مش فاهم منه حاجه، بس 39 ده روش حتى بالسريع. الحمل is associated with increased in all the following except GFR, ESR, TLC, plasma volume, blood pressure. ما عدا مين؟ blood pressure. البلاد بريشر في الحمل زي ما هو ولا بيقل ولا بيزيد؟ زي ما هو بيقل سنه سكند تريمستر. شوف السنه بتاعك از ان اورتو فينا الشنط، برافو عليك. لكن تاخدوا بالكم كل الباقي ده بيزيد، ها؟ ESR بيزيد؟ ليه؟ فايبرينوجين رولو 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 فورميشن مش بي في تي، لا مع نفسنا عينة بول برضو بكتيريا قصدي اسيمتوماتيك بكتيريوريا مش مشاكل. ده اللي هتعيش السنه الجايه مع شرايط الزلال دي على فكره، تمام؟ هتعيشه تمام. لا وده سهل اللي انا بفوته والاجابه سهله، يعني ده مثلا 42 كل دول فيهم بروتينات في البول في الحوامل ما عدا مين؟ لا ده سهل، ده انا فوتت حاجات عبيطه قوي. جستيشنال دايابيتس ميتس يعني لا اهو استناك برضه. جستيشنال دايابيتس، عارف ما رضيتش اكتب جستيشنال دايابيتس على المطلق، دايابيتس ميتس على المطلق ليه؟ لا تكون كرونيك فليها خمس طرق. دكتور اسامه حفظنا ازاي الدايابيتس يعمل جلوميرو نفرايتس صح؟ عشان كده خليتها جسيت ده جسمي. لو اثر على الكلى، لو اثر على الكلى العيانه اللي بتهرش دي والعيانه اللي عينيها مسفره دي، دي بجد وده سؤال صعب. 43 اولر تو اباوت انتر هيباتيك كوليستيزيس بريمس، انتر هيباتيك كوليستيز تمام في الحمل. هي بتهرش ليه؟ حد عارف؟ عشان ايه؟ There is irrigation of total bile source. طيب و C، C و C is contraindicated later on؟ Absolutely. و D، There is elevated alkaline phosphatase activity؟ اللي انا بشخص بيه ان حضرتك البايل سولس بتعلى والليفر فانكشن تست بتعلى. Preterm labor may occur؟ Yes. ايه الاجابه الوحيده اللي غلط؟ كوليستيرامين از كونترا انديكيتد؟ لا. امال مين الدواء ده اللي يومها شرحت وقلت لك احفظ كوليستيرامين يتاخد لكن مين في الانيميا ما يتاخدش؟ الديسفلار. قلت لك في دوايين باطنه كده. كوليستيرامين يتاخد لكن الديسفلار ايه؟ الديسفران ما يتاخدش. نيو كامر كتاب الاسم اول مره تنزل، حاطين لي ازاي ده مع الحمل؟ اباندكس ديورنج بريجنسي. سؤال 44 كل ده صح ما عدا بتبقى اساتذه في الزايدة ده هروب وجاوبه. بفلو دي دراج، دي دراج صح يا ولاد اللذين. بسم الله ما شاء الله. طب ايه؟ قالوا لكم بقى في الجراحه ان تشخيصها صعب جدا في الحمل بالذات لما الرحم بيكبر لفوق، شايف بيرفعه لغايه فين؟ بنفتكرها ايه؟ سب هيباتيك ابندكس. طب ليه نمره بي بفلو القيصريه يا ريت ما تفهميش في نفس الوقت؟ عشان الانفكشنز كويسين كويسين كويسين. طب
طب وده اشهر سبب للجراحه في الحمل لنون اوبستاتريكال ريزن. طب ايه هم الجراحات اللي في الحمل ممكن اعملهم؟ ابندكس وكوليسيستكتومي واي اوفريان سيست عشان النورجن رابش. طب مين اشهر عندي مين اشهر سبب؟ ابندكس. على فكره خليك في الطب. وات ذا كومنست كوز وات ذا كومنست كوز اوف اكيوت ابدومن اول اوفر ذا وورلد؟ ابندكس. طب وات ذا كومنست كوز اوف فيفر اول اوفر ذا وورلد؟ تونسلايتس. خليك ابسط مما تتخيل. لا والله انتوا طلعتوا جدعان. ده ايه ده؟ النونه بتاعتك اهو، ده البيبي ايده اهي، ظهره وركبته اهي ورجليه اهي. وده ايه اللي حواليه ده؟ فايبرويد. With regard to tumors with pregnancy polar truth set, breast cancer with pregnancy cancer poor prognosis. ايه رايك؟ قالوا لكم في الجراحه؟ طبعا. وماستيتس كارسينوماتوزا وكوارث. Dermoid cyst is the commonest benign genital tumor with pregnancy. Dermoid, صح فاكرين؟ شايف بين بريكس. Dermoid cyst is liable to torsion especially في السكند ترايمستر. ليه سكند بقى؟ فارس لسه الرحم صغير، ثيرد الرحم كبر قوي، ايه؟ مفيش حيز الف فيه. Abnormal pap smear suggests that with CIM is managed conservatively. صح، يعني ايه conservatively؟ ما تتوترش. ده عندك 15 سنة على بال ما اقلب انفيزن، انت مستعجل على ايه؟ اصبر. Cancer cervix with pregnancy results with contact bleeding؟ طبعا. ايه في ايه يعني؟ امال ايه الاجابة؟ ايه؟ CIM ده بس هي دي اسمها مانج كونزرفتيف، يعني ما بتعملش حاجة يعني. ما ده كونزرفيشن اللي فيه. يا نهار ابيض. يا نهار ده انتوا حلتوه. بي طبعا يا اولاد ديرمود سيست والبنان جينيتال تيومر سبريجنسي. انظر للسلايد. فايبرويد هو كونست. لا اله الا الله. جينيتال تيومر هو قالك اوفريان جينيتال تيومر. مره في سلايد بيديلك المسرجين يعني مش ممكن وبيقول لك دي الاجابه، مره الثانيه جايب لك الفايبرويد يقول لك دي الاجابه. فين عربيه؟ ديرمود سيست وكونست. لا طبعا فايبرويد 20%. الدرمون سيست هو كومنس اوفيريت. بس بص طز بقى فيهم بقى، المهم ان انتوا كويسين. اللعب على الارقام والحروف ده مش مهم. السي تي جي 47 ده انسانه طبيعيه جدا، البيز لاين ما بين 120 و160 وفي بيت تو بيت variability. بس انا مش مبسوط علشان مفيش acceleration، لكن مفيش اي deceleration. والست دي بتولد ولا ما بتولدش؟ ما بتولدش. ده انتي بارت، دي ده التون العادي بتاع الرحم، التون العادي بتاع الرحم. With regard اخر سؤال، ده اخر سؤال 47. With regard to antenatal CTG the only truth is one acceleration above baseline in 40 minutes is reassuring. لا، هم انا عايز كام اكسلريشن؟ 2. ده انا مديك الماكسيم، ده انا مضروب في 20 دقيقة، انا اكستندد التست كمان 20 دقيقة. كده 2 عندي هي الري اشور. فايبرابيستيك ستيميليشن تست ريديوسز ذا نمبر اوف اندر اكتف تريسز. في هذا لان بتصحصح العين. صحيح. بيت تو بيت فاريابيلتي ريفلكس كارديك ماتيورتي وريفلكس سي ان اس ماتيورتي. Variable deceleration due to fetal acidosis? No, for the compression. Type 1 deceleration are sent to fetal hypoxia? No, type 1 is a neurogenic reflex. ضغط على النيوكليس نمبر كام؟ ولاد اشوفكم في الدكاتره ان شاء الله في السماء.